ما الذي يتطلبه الأمر لتكون قائدا عظيما؟ سيقول لك معظم الناس أن القوة هي العنصر الأساسي، سيخبرك آخرون أنه التقوى لله، ثم هناك العدالة والذكاء. إذا ما هو المفتاح الذي يسمح لك ببناء مملكة عظيمة؟ في هذا الفيديو سوف نذكر قواد وحكام مختلفين من الأزمنة القديمة، نذكر أعمالهم وكيف تعامل اليوم. هل نية البناء تبقى مع الأثر بعد وفاة المؤسس؟ إن كيدهم عظيم. أحيانا بتستيقظ بمدى ترابط هذه الآية في حياة شجرة الدر. الحكاية اللي ممكن نلخصها في 4 كلمات: جارية، سلطانة، قاتلة، فقتيلة. قدرت شجرة الدر بجمالها ورأيها ومنطقها إنها تتحول من مجرد جارية إلى زوجة سلطان مصر نجم الدين أيوب، وكانت بتدير البلاد أثناء غيابه. وبيذكر لها التاريخ موقفها أثناء تصدي مصر للصليبيين بقيادة لويس التاسع، لما تكتمت على خبر وفاة زوجها وودعت إنه مريض، فقدرت وقتها لما كان بيحركها خدمة بلدها والدفاع عنها بمساعدة أهل الثقة إنها تقود الحرب وتهزم الصليبيين وتقتل لويس التاسع في معركة المنصورة. وبمساعدة أهل الثقة رجعت شجرة الدر لمصر بعد ما كانت هربت منها للقدس بسبب تورانشا ان جوزها ما اعترفش بجميلها، على العكس كان بيطالبها بأموال أبيه، وكانت بترد عليه تقول له ان الأموال دي انفقت على الجيش وشؤون الدولة. وتتذوق شجرة الدر طعم السلطة. بعد ما رجعت لمصر اتنصبت سلطانة بعد اغتيال تورانشا على يد أقطاي، وأصبحت سلطانة لمدة 88 يوم، بس دوام الحال من المحال. شجرة الدر كانت بتواجه معارضة من داخل وخارج البلاد. لما أرسل الخليفة المستعصم للمماليك بيقول لهم إن كانت الرجال عدمت عندكم فأعلمونا نرسل لكم رجلا. هو كان مستشيط غضب لأن ولاية مصر كده اتنقلت من الأيوبيين للمماليك. مش بس كده، شجرة الدر كانت بتواجه معارضة داخلية كان بيقودها شيخ يدعى العز بن عبد السلام، بحجة ان حكمها ده اصلا ضد الشرع. وبسبب الضغط ده اتجهت شجرة الدر للزواج، واختارت عز الدين ايبك عشان يكون زوج لها، وتأمرت معاه على اقطاي علشان خاطر يتفردوا بالسلطة. بس مع الأسف عز الدين اللي وضعت فيه ثقتها كان ناوي يزيحها ويتجوز ابنة حاكم الموصل، ولما عرفت استدرجته واختلته وأذاعت إن خبر موته موتة طبيعية. وطبعا محدش صدق الخبر ده، وحاولت إنها تحتمي بالزواج من أحد المماليك وما نجحتش. يا ترى إيه اللي دفع شجرة الدر لحاجة زي كده؟ هل كان ده حب السلطة أم كبرياء المرأة التي يهجرها زوجها، ولا حبها الشديد لأيبك؟ في النهاية كانت آخر لمحة في حياة السلطانة طبق حلو وزعته الزوجة الأولى لعز الدين أيبك بعد ما اختالت شجرة الدر شماتة فيها، والطبق ده لحد النهاردة متسمي باسمها أم علي. نقطة التحول في حياة شجرة الدر كان قرار الزواج. هل كان اختيار أيبك هو الخطأ، أم هي اللي اختارته بحيث إن هو يبقى صورة من خلالها تدير البلاد؟ ويا ترى لو كان هدفها من خلال الحكم إنها تحقق العدل والخير والحق، هل كانت حياتها تاخد منعطف تاني؟ هل كان مفروض عليها انها ترفض الزواج زي ملكة انجلترا اليزابيث اللي رفضت الزواج في الوقت ده لانها ما لقيتش شخص مناسب، وتعرف عصرها بانه العصر الذهبي؟ في النهاية احنا ما بنختارش بدايتنا، ولكن اختياراتنا بتحدد مصيرنا وخاتمتنا. الملك الظاهر ركن الدين بيبرس لقب بأبي الفتوح، سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي. بدأ مملوكا يبيع في أسواق بغداد والشام، وانتهى به الأمر أحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامي الوسيط. لقبه الملك الصالح أيوب في دمشق بركن الدين، وبعد وصوله للحكم لقب نفسه بالملك الظاهر. حقق خلال حياته العديد من الانتصارات ضد الصليبيين وخانات المغول، ابتداء من معركة المنصورة ومعركة عين جالوت، انتهاء بمعركة الأبلستين ضد المغول. وقد قضى أثناء حكمه على الحشاشين، واستولى أيضا على عمارة أنطاكيا الصليبية. ولد بيبرز نحو عام 620 هجريا 1223 ميلاديا، وحكم بيبرز مصر بعد رجوعه من معركة عين جالوت واغتيال السلطان سيف الدين قطز، حيث خطبت له المساجد. وتوفى يوم الخميس
الثانية من مايو عام 1277 ميلاديا، وعمره 45. بعد رجوعه من معركة الأبلستين ضد خانات المغول، أحيا خلال حكمه الخلافة العباسية في القاهرة بعدما قضى عليها المغول في بغداد، وأنشأ نظما إدارية جديدة في الدولة. اشتهر الملك بيبرس بذكائه العسكري والدبلوماسي، وكان له دورا كبيرا في تغيير الخريطة السياسية والعسكرية في منطقة البحر المتوسط. بعد انتصار قدس على المغول في عين جالوت، ساق وراءهم لتحرير باقي مدن الشام، فتحررت دمشق وحماة وحمص، وأرسل بيبرز ليطرد التتار من حلب ويتسلمها، ووعده ببنايتها. فلما طردهم منها وتسلمها المسلمون، استتاب عليها غيره وهو علاء الدين ابن صاحب الموصل، وكان ذلك سبب الوحشة التي وقعت بينهما، فاقتضى قتل السلطان قدس سريعا. فبعد عودة السلطان قدس من معركة عين جالوت منتصرا قاصدا مصر، وصل ما بين الغزالي والصالحية، فضرب دهليزه وساق خلف أرنب، وساق معه بيبرز ومعه الأمراء الذين اتفقوا على قتله. فشفع بيبرز في شيء فشفع، فأخذ يده ليقبلها فأمسكها، وحمل عليه الأمراء بالسيوف فضربوه بها، وألقوه عن فرسه ورشقوه بالنشاب حتى قتلوه. ثم كروا راجعين إلى المخيم وبأيديهم السيوف مسلطة، فأخبروا خبرهم، فقال بعضهم من قتله؟ فقالوا ركن الدين بيبرز. فقالوا له: أنت قتلته؟ قال: نعم. فقالوا: أنت الملك إذن. وقيل لما قتل قطز، حار الأمراء بينهم في من يولون الملك، وصار كل واحد منهم يخشى غائلة. فاتفقوا على مبايعة بيبرز البندقداري، ولم يكن هو من أكابر المقدمين، ولكن أرادوا أن يجربوا فيه. جامع الظاهر أو جامع الظاهر بيبرز هو مسجد من مساجد القاهرة التاريخية. شرع الملك الظاهر بيبرس في إنشاء هذا الجامع سنة 665 هجريا في ميدانه، وأكمله سنة 667 هجريا، وجعل باقي الميدان وقفا على الجامع. ولما جاء الفرنسيون إلى مصر ركبوا فيه المدافع واتخذوه قلعة، ثم تحول في عصر محمد علي إلى معسكر لطائفة التكارنة السنغالية، ثم إلى مصنع للصابون، وأخيرا تحول إلى مذبح في عهد الاحتلال الإنجليزي. وفي سنة 1893 اهتمت لجنة حفظ الآثار العربية بإصلاح الجامع ومحاولة إرجاعه إلى مهمته الأصلية، ويعتبر هذا الجامع من أكبر جوامع القاهرة، حيث تبلغ مساحته 103 في 106 مترات، ولم يبقى منه سوى حوائطه الخارجية وبعض عقود رواق القبلة. كما أبقى الزمن على كثير من تفاصيله الزخرفية، سواء الجصية منها أو المحفورة في الحجر، وتعطينا هذه البقايا فكرة صحيحة عما كان عليه الجامع عند إنشائه من روعة وجلال، وتخطيطه على نسق غيره من الجوامع المتقدمة. يتألف من صحن مكشوف يحيط به أروقة أربعة، أكبرها رواق القبلة. أما وجهات الجامع الأربعة فمبنية من الحجر الدستور، فتحات بأعلاها شبابيك معقودة، وتوجت بشرفات مسننة. مسجد ومدرسة وقبة السلطان الناصر حسن، أو مدرسة السلطان حسن، أو مسجد السلطان حسن، هو أحد المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة. يوصف بأنه درة العمارة الإسلامية بالشرق، ويعد أكثر آثار القاهرة الإسلامية تناسقًا وانسجامًا، ويمثل مرحلة نضوج العمارة المملوكية. أنشأه السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون خلال الفترة من سنة 757 هجريًا إلى سنة 764 هجريا، خلال حقبة حكم المماليك البحرية لمصر. يتكون البناء من مسجد ومدرسة للمذاهب الأربعة: الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، وكان يدرس بها أيضا علوم تفسير القرآن والحديث النبوي والقراءات السبع، بالإضافة إلى مكتبتين لتحفيظ الأيتام القرآن وتعليمهم الخط. أحاط الغموض الفنان الذي شيد هذا البناء، وبقى اسم المهندس غير معروفا، لم يذكره أحد من المؤرخين. فخلف السلطان حسن عمارة جليلة خلدت اسمه، والتي تمثلت في مسجده ومدرسته، التي يعدها المؤرخون والأثريون أجمل مساجد القاهرة وعموم مصر، وخير أبنية عصر الممالك جميعا، وفخر العمارة الإسلامية في الشرق بأجمعه. الناصر بدر الدين أبو المعالي الحسن، أو اللي احنا نعرفه أكتر باسم السلطان حسن، كان السلطان 19 للدولة المملوكية، وحد أبناء السلطان الناصر محمد بن قلاوون. كان ليه فترتين حكم، الأولى كان حكم 4 سنين
ل 1347 ل 1351. ساعتها كان بس عمره 11 سنة، ما كانش عارف الدنيا حواليه ومكانش فعلا بيحكم البلد. انما اللي فعلا كانوا ماسكين البلد اللي هم الامراء اللي حطوا الحكم بعد ما مات اخوه، وللاسف حطوا الحكم في وقت مظلم جدا للدوله. ساعتها ابتدت المنازعه ما بين المماليك البرجيه والبحريه، وكان عربان في الصعيد والفيوم قاعدين يخرجوا على القانون ويعتدوا على المصريين وينهبوا محاصيل وغلال الفلاحين. بس المشاكل دي ما جايتش حاجه بالنسبه للعفريت اللي كان جاي يعم البلد بعديها. العفريت ده كان اسمه الموت الاسود، كان بيحصد ارواح ملايين الناس من حوالين العالم ومن ضمنها مصر. العفريت وصل مصر في سنه 1348 في الاسكندريه وعمل بلد في وقت قصير. باختصار كانت كارثه كبيره في البلد، دمرت اقتصادها وحطت اثر خطير على الدوله المملوكيه وعلى المصريين وادت لضعفها. كل ده حطت اثر سلبي على السلطان، الناس كانت ابتدت تدعي عليه، فعشان كده قلبوا الامراء عليه، عزلوه من الحكم وحطوه السجن وحطوا بداله اخوه، وكده انتهت فتره حكمه الاولى. اخوه ما كملش 3 سنين في الحكم الا والامراء قرروا ان يعملوا انقلاب على اخوه ويحط السلطان حسن لفتره تانية في الحكم سنه 1354. والمره دي السلطان ما عادش طفل وابتدت يتكون له شخصيته المستقله. كان عمل منصب جديد في الحكم اسمه امير كبير، وكان اول واحد خد المنصب ده محبوب من الناس وعمل شغل بضمير لحد ما مات. بس الامير اللي جه بعديه كان طمعان في الحكم، والسلطان ما كانش طايق انه كان قاعد يتدخل في شؤون البلد، فقرر انه يقلب عليه، طرده هو ومماليكه من القصر وقرر انه يحاربهم وهزمهم وحتى بدلهم المماليك بتاعه وكمان ولاد الناس. مين ولاد الناس بقى؟ ولاد الناس ببساطة هما ولاد المماليك اللي كانوا احرار، وده معناه ان هما احرار برضو. السلطان حسن قرر انه يعمل مرتبات ليهم ونديهم مناصب عالية في الدولة زي منصب امير كبير. من الاخر السلطان رفع مكانتهم عشان كان واثق فيهم وكان عارف ان هما بيسمعوا الكلام، والناس حبت الموضوع ده، كانت خنقوا من حكم والنفوذ الامراء اللي قبليهم. ده حتى السلطان قرر انه يهدم قصور الامراء عشان يخلي بايلك يبني له حاجة مبهرة. الحاجات دي خلت السلطان يبقى محبوب من الناس، وإيه خلى الناس تحبه يعني من الآخر؟ كان السلطان عنده طموح وحلم، كان عايز يرفع من مكانة ولاد الناس عشان هو كان شايف إن هما ممكن يديروا الدولة أفضل، وكان حلم إن يعمل مسجد أقرب للعامة عشان يقرب لهم ويثبت إن هو بيقدر شعبه. بس للأسف معاش إنه يشوف حلمه يتحقق. كان في مماليك من تبعه معادين على سياسة ولاد الناس فقرروا يتخلصوا منه، ومات السلطان حسن بعد 6 سنين و7 أشهر من الحكم وهو مكملش 30 سنة. لا يأتى من روح الله، فالإنسان مخير، فكما يوجد شر هناك الخير، وأمام الفساد يقف الإحسان، ولا بد من العسر أن يصاحبه اليسر. كما رأينا أن الإنسان هو سيد قراره، وبإمكانه أن يبني جيوشا يغزو بلادا ويسرق أراضي وممتلكات، أو يمكنه أن يحرر بلادا من الظلم، يوحد أمما، يبني مدارس، وأن يساعد الضعيف. في كلا الطريقين يصمد الإنسان ويحارب حتى يغير العالم الذي حوله، ولكن كما ثبت لنا التاريخ أحد الطريقين يذكره الناس ويصبح أثرا لهم يخلدوه ويحترموه. فكما نرى بعض الآثار ينساها التاريخ وتهملها الحكومات أو تستخدم المواد في ترميم آثار أخرى، ولكن ترى آثار أخرى لاهتمام من الدول وتزار سنويا ويستقبل فيها أهم الأشخاص. وهذا الطريق أمام كل منا، بإمكانك أن تغير العالم من حولك، وموجة التغيير تبدأ بإرادة شخص واحد على عدم تقبل الواقع من حوله. وما زالت الرحلة في بدايتها، فرحلة الإحسان شاقة، سنتعثر فقط لننهض، جبال من الصعاب تسل أمام الإنسان، فلا بد لنا أن نعمر الأرض. فهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟